أحسن الله إليكم. رسالة وصلت من أبو صقر من اليمن، يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وتتحدث مع إخوان زوجها؟ لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها عند أقارب زوجها من إخوانها وغيرهم، لأنهم أجانب منها ليسوا محارم، فيجب عليها أن تستر وجهها وتستر جسمها عنهم، ولا بأس أن تجلس معهم في مكان منعزل ليس فيه اختلاط وتتحدث معهم وهي محجبة، لأن هذا ليس فيه خلوة وليس فيه محذور، لكن مع التحجب. والله جل وعلا يقول للصحابة مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهم أطهر مجتمع على وجه الأرض: وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فعلل الحجاب لأنه أطهر للقلوب، والطهارة مطلوبة لكل مسلم دائما وأبدا. إذا كان هذا الخطاب للصحابة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهم أطهر أهل الأرض وأزكاهم، فكيف بغيرهم؟ نعم.